المرحلة الحالية بكل أبعادها ومقاساتها مرحلة عقيمة لم تلد سوى التشتت والفرقة والتناحر والمذهبية والمحاصصة والسرقات. لذلك أصبح البحث عن مشروع للخلاص من هذه الطبقة السياسية مهمة وطنية مقدسة في قلوب وعقول الشرفاء، للخلاص من الزعامات الموهومة المعبأة حقداً وغلاً على هذا الوطن وهذا الشعب الذي ابتلى بسياسيين لم يعرفوا إلا كيف يدير المال لصالحهم ويخلقون منصات للاختلاف فيما بينهم ندفع نحن دمائها وهم يقطفون ثمارها. الخلاص ونحن الذي نتبنى مشروع السلم والدعوة إلى التغيير بالطرق السلمية وننبذ منطق الدم ولغة السلاح، ونحن الذين أكدنا مرارا أن استخدام السلاح في داخل حدود الوطن الواحد وضد أبناء الوطن الواحد هي لغة لا يستخدمها إلا المهزومين والمأزومين والباحثين عن أدوار يتعاقبون عليها في السلطة. الوضع الحالي والمؤشرات الحالية تفتح لنا أبواباً وآفاقاً رحبة لأمل قادم، لأن هنالك حراك وجيل جديد استوعب معاناة الناس ويبني لبنات لمعارضة حقيقية تولد من رحم ومعاناة الأمة، وليست كالمعارضة التي كانوا يقولون لنا بها. وهذه المعارضة باعت وطن عمر 6000 سنة لمحتل قذر مقابل السلطة. هذه الصورة ستبقى عالقة في ذهن كل العراقيين الشرفاء، وستبقى سبة ولعنة على من استبدل النظام الدكتاتوري بنظام احتلالي مقابل سلطة لا تساوي عفطة عنز. اليوم وفي ظل هذه الانتخابات، المستقلون والمعارضون والتشرينيون يكون لهم مكانا مهما، وأصبحوا رقما صعبا بالرغم من قتلهم، بالرغم من سجنهم، بالرغم من اعتقالهم، لكنهم أبناء وطن عراقيون أصلاء تنتظرهم مهمة مقدسة في قبة البرلمان، والوقوف بحزم أمام هذا الغول السياسي وأمام هذا الفساد الذي في كل ثانية يستشري ويكبر. المعارضون الحقيقيون قادمون.